السلام عليكم ورحمة الله. أتمنى إن شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في صحة جيدة وتكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم عندي في القناة. إن شاء الله غادي ندير معكم هذا الكريم باتيسير اللي بالشوكولات اللي كتجي زوينة بزاف، كتجي بحال دانيت، كتجي رائعة وكتستعمل في عدة استعمالات. إن شاء الله تابعوا معايا تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. المقادير بسم الله، عندي هنا السيترو ديال الحليب، عندي 125 غرام ديال السكر حبيبات، 150 غرام ديال الشوكولات، جوج البيضات او ثلاثة ديال الاصفر، معلقة صغيرة ديال الفانيليا السائلة او السكر فانيلا، 50 غرام ديال المايزينا و 30 غرام ديال الزبدة. هنا غادي ندير الحليب في الكسرولة، غادي نطيبو، ما غاديش نخليه حتى يغلى، غير غادي نطيبو ومن بعد غادي ننزلو. هنا غادي ناخد الطنجره اللي غادي نخلط فيها الخليط ديال البيض والفانيليا السائله والسكر اللي متوفر عندكم والميزينا والسكر حبيبات، غادي نخلطهم مزيان، يعني نخلطهم مزيان 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 حتى تحليه الميزينا، حيت الميزينا مع هذا الخليط كتجي مكوره، يعني كتكور. كيف ما قلت لكم غادي نخلطها مزيان 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 مزيان، ما غاديش نهزو عليها يدينا حتى يتحل داك الخليط من دوك الكويرات، يعني دوك الحبيبات الصغار، عاد باش غادي نبقى نزيد عليه الحليب شويه بشويه. من بعد ما تخلط ليا الخليط مزيان غادي نبدا نضيف عليه الحليب شويه بشويه، ما كنضيفوش الحليب بالدفعه واحده، الله يطيب لينا البيض. هنا كنضيفوه كيف ما قلت لكم غير بشويه ومع التحرك دائما، ما نهزوش عليه يدينا حتى كنخلطوه مزيان، عاد باش كنشعلوا النار، يعني كنشعلوا الفرن. راه دابا كنخلط، راه الفرن ما شعلتوش حتى كنخلط الخليط مزيان ويشد راسو، عاد باش كنحل، يعني كنشعل عليه الفرن وكنستمر في التحرك. الفرن خاصو يكون يعني الفرن متوسط، حيت الا جهدتو عليها العافيه راه الكريمه غادي تحرق لكم. الفرن يكون متوسط وملي تبدا تاني تبقاو تنقصوا، ما ديروش العافيه مجهده، هذه كنصيحه، دائما النار تكون متوسطه. هذه هي الكريمه من بعد ما عقدات، شوفوا كيفاش كتجي، كتجي كلها زوينه وكلها ليس. هنا كنضيف عليها الشوكولات مع التحرك دائما، حيت سرعت الفيديو شي شويه. الفرن كنخليه في واحد، يعني في واحد الدرجه، الا نتوما دايرين ديال الغاز غادي تخليوه في ديك الاخيره، يعني غير باش يعطينا الدفى ونطفيوه يدوب داك الشوكولات. هنا غادي نضيف الزبده حتى هي، غادي نخلطها مزيان حتى كينسجم ليا الكريمه ونطفي عليها، وغادي نديرها في واحد يعني واحد البول او سوبيرا، كل واحد اش كيسميها، ونخليها حتى تبرد شويه ونغطيها بالسلوفان كله من الفوق، راه غادي تشوفوا كلشي في الفيديو، وندخلوها للثلاجه حتى تبرد. وديك الساعه غادي نبقاو نديرو بها يا اما لي ديسير، راه المذاق ديالها لا يقاوم، راه كتجي بحال دانيت، ديروا بها اللي بغيتو، ماشي غير الغلاف ديال يعني دا الرولو، حيت هذه اللي درت في الرولو كيك رولي، غادي ديروا بها الديسير اللي بغيتو، يعني دوك ديال لي الكيسان دوك الصغيورين. المهم هاد الكريمه راه متعدده الاستعمالات، يعني ما كتبقاش غير فواحد الاستعمال، كيف ما قلت لكم راه المذاق ديال دانيت هو هو. كنتمنى هاد الفيديو ديال اليوم يعجبكم وينال الاستحسان ديالكم،
وتجربوا الكريمة في ديوركم وتنجح معكم. وما تنساوش كيف ما كنقول لكم دائما اللايك وسبسكرايب للقناة باش دائما يوصلكم الجديد الوصفات. وإلى اللقاء إلى الفيديو المقبل إن شاء الله. We'll be right back.